في اسطنبول تم رفعه بصوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمقطع ده انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. هستأذنكم نشوف الكليب ده اللي فيه أردوغان بيفضح بالأذان في جوامع اسطنبول، ونرجع نكمل مع حضرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا